تستعد دولة الإمارات في هذه اللحظات للتحليق بحلمها إلى أبعاد جديدة، إلى سطح القمر، في إطار أول مهمة عربية لاستكشاف تابع الأرض الأشهب، الموقع الجديد الذي لم يسبق أن وصلت إليه بعثات استكشاف القمر الأخرى. نتواجد افتراضياً في جزيرة فلوريدا الأمريكية، وتحديداً في حقل الإطلاق بمركز كندي للفضاء الواقع في كيب كانفرل على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. اختير موقع الإطلاق هذا بالتحديد لكون الصاروخ المستخدم أمريكي ولقرب فلوريدا من خط الاستواء. يتأهب إذن صاروخ سبيس أكس فالكون 9 للانطلاق حاملاً على متنه المستكشف راشد في رحلة علمية إلى القمر ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. ويعتبر سبيس أكس فالكون 9 الأقوى في العالم حالياً، حيث يعمل بتسع محركات وبإمكانه حمل أكثر من 10,000 كيلوغرام. ينطلق كما نشاهد في هذه اللحظات الصاروخ بسرعة تقدر بنحو 3 كيلومترات في الثانية الواحدة عند مستوى سطح البحر. هذا الانطلاق يحدث ضمن ما يسمى بنافذة الإطلاق، حيث يكون القمر في أقرب موقع من كوكب الأرض. بمجرد عبوره الغلاف الجوي ينفتح صاروخ سبيس أكس فالكون 9 لتتحرر منه المركبة هاكوتو آر ميشن 1 والتي تحمل بداخلها المستكشف راشد، وتتولى عملية نقله إلى وجهته على سطح القمر. تقطع المركبة التجارية التي قامت بتصنيعها الشركة اليابانية آي سبيس مسافة تقدر بنحو 385,000 كيلومتر في رحلتها إلى القمر، وتستغرق هذه الرحلة ما يقرب من 3 أشهر، يكون خلالها القمر في نقطة الحضيض القمري، وهي أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته البيضاوية حول كوكبنا. بسلاسة تهبط المركبة الفضائية هاكوتو آر ميشن 1 كما هو مخطط لها في فوهة أطلس في منطقة ماري فريغوريس الواقعة في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من سطح القمر، وهي منطقة لم تطأها بعثات من قبل. بعد الهبوط على سطح القمر تفتح بوابة المركبة الفضائية اليابانية ويخرج المستكشف الإماراتي راشد إلى سطح القمر إذاناً ببدء أول مهمة عربية في استكشاف القمر. واختيرت منطقة فوهة أطلس نظراً لما شاهدته من انفجارات بركانية وتراكم الحمم فوقها، ما جعل جدرانها مدببة وحادة، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً لمهمة راشد، لكنه يعتبر مادة خصبة لأبحاث المركبة الإماراتية. وبمجرد خروجه بسلام تبدأ أجهزة المستكشف راشد في العمل تلقائياً والتقاط صور لسطح القمر ضمن مهمة علمية تمتد يوماً قمرياً واحداً ما يعادل 14 يوماً أرضياً. يقوم خلالها المستكشف ببحث أسباب التصاق الغبار القمري بالأسطح الأخرى، حيث أن هذه الحبيبات المشحونة كهربائياً خطرة على صحة رواد الفضاء والمركبات الفضائية. سيدرس المستكشف الجوال راشد أيضاً الخصائص الحرارية للبنية السطحية والغلاف الإلكتروني للقمر، وهي ظاهرة نشأت على السطح من خلال القصف المستمر للرياح الشمسية والأشعة الكونية. تشمل المهمة أيضاً اختبار تقنيات ومعدات إماراتية وفرنسية سيتم استخدامها مستقبلاً في بعثات استكشاف الفضاء، حيث ستساعد المواد المختلفة المنبثقة والمثبتة على عجلات المستكشف في قياس نقاط القوة والضعف فيها تجاه الجزيئات القمرية. وباستخدام أجهزة إرسال متقدمة تستخدم للمرة الأولى، سيقوم المستكشف راشد بإرسال آلاف الصور والبيانات إلى المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد في دبي. وفي حال نجح المستكشف راشد في الوصول والهبوط بسلام على سطح القمر، ستكون دولة الإمارات رابع دولة في العالم تنجح في الوصول إلى سطح القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، من ضمن محاولات دول أخرى لم تنجح في الهبوط.